ينضم إلينا الآن من عمان سليم عويس، مسؤول الإعلام الإقليمي في منظمة اليونيسف. أهلا وسهلا بك سيد سليم عويس. أكثر من 1.5 مليون شخص في غزة لا يستطيعون إيجاد ملاذ آمن، لا جنوبا ولا شمالا ولا وسطا، يعني كيف تقيمون المشهد؟ يعني كما تفضلتي، أكثر من مليون هم في حالة من الضياع بين أن يطلب منهم الرحيل وعدم وجود مكان للرحيل إليه. الوضع في غزة وضع فعلا مروع وكارثي. يعني المدنيون ينفذ منهم الغذاء، الدواء، المياه، المستشفيات لا تستطيع أن تستوعب الأعداد الهائلة من الجرحى والمرضى، بالإضافة إلى ذلك عدم وجود الكهرباء، يعني أنهم لن يستطيعوا تقديم الخدمات بالكامل. لا يوجد وقود للمولدات. كل ما يجري الآن في غزة هو وضع فعلا كارثي. العائلات يعني تناضل لأن تعيش اليوم، أن يعني تجد مياه للشرب لأطفالها. لهذه الدرجة الآن الغزيون يعانون ضمن هذا العنف الحاصل. طب حتى الساعة أكثر من 2.2 مليون شهيد فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء. هل وصلتكم التقارير التي تحدثت عن صعوبة تحديد وإحصاء أعداد الشهداء بسبب يعني عدم القدرة إلى الوصول إليهم، وبسبب يعني توزع الجثامين في عدة أماكن بسبب بلوغ القدرة الاستيعابية القصوى للمشافي وثلاجات الموتى؟ يعني هل هناك خطة لتدارك هذا الوضع الإنساني الكارثي؟ نعم، يعني فعلا الأرقام مخيفة. نحن نتكلم عن بحسب التقارير التي وردت اليونيسف، والتي هي قد لا تكون ممثلة عن الواقع، قد تكون الأرقام أعلى بكثير بسبب الوضع الحالي في غزة. الأرقام الآن أكثر من 700 طفل قتلوا، أكثر من 2500 طفل أصيبوا بجروح. هذه أرقام أولية، الأرقام الحقيقية قد تكون أكثر، لأنه كما تفضلت الوضع الإنساني والوضع الأمني في غزة صعب جدا لحصر هذه الأرقام. الحل الوحيد الآن هو وقف العنف، والحل الوحيد الآن هو التوصل، في غياب فعليا حل العنف، التوصل لهدنة إنسانية عاجلة يجب أن تكون الآن، وممرات آمنة للدخول لعمال الإغاثة ومواد الإغاثية. الآن حتى العمال الإغاثة داخل غزة لا يستطيعون التحرك بصورة تسمح لهم بتقديم الخدمات، والأطفال والعائلات لا يمكنهم البحث عن هذه الخدمات والتحرك للوصول لهذه الخدمات. في اليونيسف على سبيل المثال، المواد التي كانت لدينا في غزة الآن تنفد. كل المساعدات التي نستطيع إيصالها تقريبا يعني أخذناها من المخازن وأوصلناها للناس. نحن بحاجة لإمدادات من الخارج، إمدادات إنسانية، وهذا ما ننتظره الآن هو فتح المعابر ووصول المساعدات الإنسانية. هل لديكم معلومات حول قرب فتح المعبر الذي يعني ما زال يستهدف من قبل القوات الإسرائيلية وترفض فتحه وترفض أيضا أي هدنة إنسانية؟ يعني مع تكدس المساعدات في الجانب المصري من المعبر، هل من معلومات عن قرب هدنة أو فتح لهذا المعبر؟ لغاية الآن لم يتم إخبارنا بأي قرار لفتح المعبر. كما تفضلت، المساعدات وصلت إلى عريش وما زالت تصل إلى مصر، إن كان من داخل مصر نأتي بالمواد الأولية، أو من خارج مصر من عبر مستودعاتنا في حول العالم. ولكن كما تفضلت، هي تتكدس في مصر الآن. الحل يعني الحل الوحيد أو المطلوب الآن هو فتح هذا المعبر لوصول المساعدات إلى داخل غزة. هل فعلا لم يتم فتح المياه إلى القطاع كما يعني بعكس ما أشيع خلال اليومين الماضيين؟ لأن هناك تقارير أيضا تتحدث عن انعدام وصول أي مصادر للمياه. ليس لدي معلومات بكون المياه وصلت الى قطاع غزه، ولكن يجب ان نتذكر ان البنيه التحتيه للمياه قد دمرت.
البنية التحتية للصرف الصحي قد تدمر. الآن الأطفال وعائلاتهم هم في خطر الأمراض المنقولة عبر المياه. يجب أن نضمن وصول المياه للأطفال والعائلات. الوضع صعب للغاية، لكن ليس لدي معلومات عن وصولها أو عدمه. شكرا جزيلا لك سليم عويس، مسؤول الإعلام الإقليمي في منظمة اليونيسف، كنت معنا من عمان.